الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم حسام من قناة زهر. هاي العطرشة السورية، العطرشة جيرانية، العطرشة السورية. هو الموضوع اللي بغينا نتحدثوا فيه اليوم هو على الباش هذا اللي هضرنا عليه. هذا الباش رقم 90، يعيطوا له 90. هذا 90 ما هو حسن شنو تكون نوريك الفرق نفهم. ها الفرق اللي نحضر عليه. شوف 90، شد شو معي هك، شدي هك معي، شد شو هك، شد شو شدي هك، خلي هك ها 90. الضوء تاعو يجي شوية بعيد. نشوفو في الضوء، نقولو الصومفا يكون مفتوح شوية على هذا، والكترافا يكون مغلوق شوية على هذا. سما أنا جبت هذا مخير، هذا في جارونتي 10 سنين. كي ندورو هاد الجورة عندنا راه غائم، باش نقولوها باش نعطيكم أمثلة باش تفهموا هذا الباش العمل تاعو. كرة موش الضو يبان شوية ضو، نديرو هكا نعكسو. هذا الباش هذا أنا شريتو 90 ألف للميترا، 90 ألف على 4 متر، يعني هاهو هاهو 4 متر، هو يجي هكا 4 متر. هاهو 4 متر، هاهو 4 متر، وأنا شريت هنايا 6 متر. وهاهو راك تشوفو في الضو، هاهو يبان غاد، هذا هو 90. هاهو بعد ما ركبنا الباش، الإخوة اللي قلت لهم اللي عندهم الأسطح في المنازل ينجموا يديروا هذو اللوحات كيما هكا ويخدموها، أو يخدموها عادي. هاو كيما نشوفوا فيه، هاو يخدموا عادي، ها لأنه هو الباص أصلا فيه قريب 4 متر، 4 متر الأرض، وهو يدي الطول تاعو اللي يحوس عليه. هاو في السطح تنجمو تخدموه عادي، هاو يتغطى عادي. هذه نعطيكم فيهم افكار هكا، ما نبسط لكم الفكرة انكم تقدروا تعملوا هذو الصوالح عادي. ها بالنسبة للفكرة الثانية، نجمو نديرو كيما هكا، وفي هذو اللوحات اللي جوها نعرقو هادو ونديرو هادو باش يجبدو لنا فان هذه الدعامة اللي انا دايرينها، وهذا ديما نخلوه لي برك ما نشوفو فيه. مجرد افكار، ها هي بلا سطح منزل، نجم هاو نقبضوه باي سلك يكون هنا كيما هذا تشوفو فيه ونجبدوه عادي. المهم يطوندلنا على يطوندلنا، يبقى لنا النباتات يبقاو هنا تحت وخلاص. وهكا هاو ها الاشعة، رانا في اشعة الشمس مباشرة، انا دايرين هكا للشمس. كي نشوفوا هذا، ها فرق بين 90 و 70، كاين فرق 90 و 90 كاين فرق. ما ركبنا راكو تشوفوا الشمس، ها هي الشمس، ها هي الشمس، ها هي نقطة تاع الشمس، ها هي. دونك نحطوا يدينا هاك، ها الشمس تقريبا مكاش كاع. كي نخزروا غاد مورا الباش، ها راه الشمس كاين. ها شوفوا شوفوا الباش اش راه، ها الفرق بين الباش كي ما ركبوش. هاي انا خرجوا غير شويه، ها الشمس. ومثال ثاني في مكان اخر، هذا المكان تاعي هذا كنت عند الوالده خدمت لها ذاك الباش. دوك راني هنايا عندي في الحديقه تاعي، هنا بعد ما شفنا انه هاي الظاهره راهي دروك راهي 12 ونص زوالا، راك تشوفوا في الشمس مازالت مباشره في النباتات وبدات تتاثر شويه. هاي بدات تتاثر، راك تشوفوا فيها بدات تتاثر. دوك انا نروح دوك انا نجيب لها هذا الغطاء ونجيبو نشارككم الطريقه كيفاه نغطو هذا نغطو هنا السطح. نشارككم خطوه بخطوه. دوك نبداو على بركه الله. تاع الباش اللي تشوفوا فيه، هاو الطول تاعو، هاو يجي دوبلي،
2 متر، سمعت؟ فيه 2 متر على 2 متر، صافي 4 متر على متر. هذا 90 ولا 60؟ هذا 90. 90. ها 90. ها باش تشوفوا الاختيار. بعد ما رحت سوقت وجبت هذا الباش وجبت حوالي 4 متر، لانه انا السور تاعي هذا من لهنا كاين 5 متر، انا جبت غير 4. وعندي انا منا لهنا عندي 4 متر، تما انايا جبت 4 متر. لو كنا نشارككم كيفاه نقصوها، عندي مشكل هنايا في الداليه، لو كنا نشوف نقص الباش دوك نوريكم كيف نقصو، بنخليه يفوت هكا على الداليه، نلصقو في ذيك الجهه وفي ذيك الجهه باش يبقى اشعه الشمس ما طابش كامل. دوك كيف نقصو، دوك نوريكم كيف نقصو. وفي نفس الوقت بغيت نوريكم هذه النبته، شريتها والريون جيو هذا، هذا ما عنديش منه، انا شريته بالمناسبه كي شفتو عند السيد شريته، ما شاء الله ما شاء الله. ها هو، وشريت هذه السوريه الوحيده اللي ما كانتش عندي، عندي تقريبا كامل الالوان وما كانتش عندي، جبت هذه وجبت هذه والريوها اللي عندي. عندي هذا النوع ها هو، وعندي اللون الاخضر ها هذا عندي. بقات لي هذيك الحجم الكبير اللي ما عنديش، هي هذه ها هي. شاركوا دوك نقص انا الباش، الباش دوك نقصو هذيك هذيك تاع الدالية هنا، هذيك ذاك السيستم كيف نقصو، دوك نوريكم كيف نقصها ونلصقوها مع بعض. المكان اللي راه بغينا نعلقو فيه هنايا الفوقة، البلاصة اللي انا باغي نحطو فيه على المستوى اللي نحطو فيه، هاي قصت انا من الحيط حتى للمطرك تاع الدالية، هاي كاينة 44. نعاودو نشوفو في الجهة الثانية شحال كاين. الجهة الثانية من الحيط هذاك للدالية هنايا، هاهي هاهي، سما شحال كاين هنايا، كاين 55، سما كاين 45 على 5. وهنايا نعاودو ندو 45 تاعنا، ندو 55 هكا، هاهي 55، ونبدو 45 هنا هكا، هاهي 45. هذه طريقة نديروها، نحلوها هنا باش نفوتها نيشان هنايا. نعاودو نتأكدو منو، هاي 47 على 55، 55 هاي مازالت هنايا 55، هاي مازالت هنايا 55. هنا اش نديرو، نصنعو للغصن هكا دائرة. نصنعو دائرة هكا، هذا هو السيستم تاعنا اللي هاي حبيت نصنعو انا. هاي 45 تاعنا هاي هنا، انا درت اكثر من 45، زدت لها زيادة لانه باه الريح كيهزها ما يبقاش دايما يتوشي لي في الغصن تاع الدالية. وهنايا درت هنايا 55 هاي، انا بعد ما نغلقو هنايا ونلصقو في الحيط نقدر انايا نخيطو ولا نخليه كيما راه ما يهمش. حيط نجمو هنايا بالنسبه كان اللي بغي يدير لي شوفيدير، انا عندي حيط هذا خارجي مليح، ثقبت له ثقب وراح ندير له حديده هكا، ندير له سلك ونعاود نخرج سلكه هنايا ونعاود نطوندي به. بالنسبه لهذه، هذيك الفتحه اللي فتحتها تاع الداليه اللي تشوفوا فيها، انا درت لوحه من لهنا حزمتها ودوك نسيريه ونوريها لكم. لما انتهينا منه ها هو السيستم اللي قلت لكم عليه تاع الداليه، هاي بقات الدالية طالعة هاي في وسطو، هاني قد صيتها غا، ها السيستم تاعو. بالنسبة لهذا، هذا راني دايرو هابط شوية، لأنو عندي شرق الشمس تشرق لي في ذي الجهة، ها تشرق لي هكا، ها تشرق أنني مخليه. نتوما لا عندكم الشمس ما تشرقش هكا، تقدرو تعاودو تزيدو تكملوه، تكملوه حتى لهنا تكملوه. انا خليتو هاك هابط تقريبا متر، هنايا راني مخلي هذه المتر هابطه هكا على جال الشمس تشرق لي هاك، تشرق هاك. نتوما الا ما عندكم الشمس تشرق تقدروا طلعوه، طلعوه الظرف تاعو. المهم هما هام نباتاتي، ها هم تغير الجو عليهم راكم تشوفوا، راه ما شاء الله تقريبا تصبرني في المساء. هاي ديك الشمس المباشره اللي كانت ماهيش كاينه كامل، ها هي ما شاء الله، ها هو في ظل
في جو ما شاء الله. أهو ما شاء الله. ما شاء الله. صاي هنا من ود العام ولا عامين كي تكبر هذه ديالي انا ما نبداش محتاج هذا الغلاف هذا تاع الاشياء تاع الشمس ما نحتاجوش، لانه ديالي راهي عندي تقريبا عندها 3 سنين ولا 4، بالتالي ما ماشي مغطيه لي النبات تاعي. شوفوا هنايا رانا دوك رانا مع الصباح، راهي جوية 9 تاع الصباح. راكم تشوفوا هنايا انه هاي الاشياء الشمس تقريبا راكم تشوفوا فيها راهي منعدمه، وهي أشعة الشمس هذه تاع الصباح، وهي الميترا اللي خليتها انا، هذه الميترا اللي خليتها هي اللي راهي عازله هنايا، هاي باقي هكا. سما هذه الشمس اللي راهي مباشره انا تقريبا دروك هاد النص ساعه ولات الدور ما تبقاش هكا في الشمس. هذه انا ما تاثرليش على النباتات لان راني في الصباح، وفي نفس الوقت هذو النباتات يستحملوا هذه الاشعه تاع الشمس. شوفوا هنايا كانت هذه تضرب هنا الشمس، هاي ما هاي تقريبا هاي تقريبا راهي هاي ما شاء الله، هاي الشمس تاع الصباح. وفي الاخير نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.